السلام عليكم. اليوم لقيت لكم واحد المنطقه ساحره اللي بالرغم من كاع مؤهلاتها الطبيعيه والسياحيه ما كتعرفوهاش كاملين. داكشي علاش جبتكم تعرفوا على منطقه إيجوكاك. باش تجيو الفيلاج إيجوكاك خرجوا من مراكش على الطريق اللي كدير لتيزين تيست في الطريق الوطنيه لتارودانت في ساعتين ديال الطريق. الا ما عندكمش سياره خذوا تاكسي كبير من سيدي مو من مراكش ب 40 درهم البلاصه. وانتم جايين لإيجوكاك طريقكم بحد ذاتها مغامره ونشاط سياحي. غادي ندوزوا على مناظر بانوراميه غزاله يبانوا لكم دواور مصفه فوق سفوح التلال زوينه خصوصا فوق الربيع فين كيتخلط لون الطين مع خضوريه ديال الطبيعه. وعلى الطريق غادي تقدروا توقفوا قدام قصبات وبيوت قياد قدام حكموا المنطقه قرون هذه. واهم علامه ومزار مقدس في المنطقه هو جامع تينمل اللي تبنى تخليدا للذكرى ديال المهدي بن تومرت مؤسس الدوله الموحديه. كيف كتشوفوا هندسته المعماريه بسيطه ولكن راقيه. باش تكتشفوا كاع هاد المناظر اللي وريتكم ما عليكم غير تحطوا السياره ديالكم وتعولوا غير على المشي. سينو ديروا بحالي كريو في تي تي كيكريوها هنايا 250 درهم والكونتاكت ديالهم غتلقاوه في المقاوي اللي كاينه في الطريق. سلام. وما حدكم هنا، سيروا الفيلاج الفخارين فين غادي نتفرجوا في المعلميه خدامين ويمكن حتى يخليكم ديروا يديكم تجربوا تصنعوا شي حاجه. السلام عليكم. المعلميه ديالنا. الى مازال عندكم الوقت كملوا لثلاث يعقوب بعيد غير بخمسة كيلومتر. فيلاج زوين مشهور بجوده ديال التفاح والقرقاع والعسل وزيد وزيد. نجي وقت الغداء اجيو للسونتر ديال إيجوكاك غتلقاو الريستورات الشعبيه كيقادو طويجنات ديال الخضره بالمعزي هي بلاصه المنطقه ديالها. سينو سيروا عند الجزاره خذوا الحيمات علاش ما قديتو يشويوه لكم مع مطيشه مع بصيله وكلوهم بالصحه والراحه. مشاهدكم حقكم كيتسناكم هنا. إيوا عجبتكم الدنيا هنا وقررتوا تباتوا عندكم مقاوي سياحية غزالة الغرف ديالها منظمة ونقية وأغلبيتها كتطلع على منظر غزال على الطبيعة وهذا الشيء كامل غير 150 درهم الواحد وبالفطور. إيوا كيف جاتكم إيجوكاك بلا مخير ولا ماشي مخير لشي ويكاند وسط الطبيعة واكلين ناعسين مسارين مزيان وهادشي كله بثمن بسيط والهموز بحال هادو باقيين قدامنا فما عليكم غير تستناوني الويكاند الجاي. السلام عليكم. سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحه.